نرحب بكم أعزائي المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حوارات ولقاءات خاصة. أعزائي المشاهدين الكرام، ضيفي لهذه الحلقة من أصالة الماضي وحاضر الحاضر وأفاق المستقبل إن شاء الله، إنه سليمان خليل سليمان أبو عمرو. الله يسعد أوقاتك يا سيدي جميعا. آمين سيدي. يعني لو بدنا نعرف السادة المشاهدين بحضرتك، سؤال بسيط تلخصني إياه بسطور. سؤال: من هو سليمان خليل سليمان في البداية؟ أنا ولدت 1936. ما شاء الله العمر كله يا رب. أخذت مترك 55، توجيهي 56، كلية التجارة جامعة الإسكندرية 60، نيويورك سيركيوز يونيفرسيتي MBA 67. ما شاء الله. تلاميذي تخرجوا من الجامعة سنة 64. ما شاء الله. أخويا كان كنت أدرس الأعلى منه، ما لم يعطى الحظ ما أدرسه، فكنت أدرس مواضيع مختلفة في موضوع الـ 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 الإدارة المالية. لا عندي رياضيات عالية بالهواية، رياضيات عالية بالهواية، وتخصص هي التجارة والجغرافيا والاقتصادية والمحاسبة. كان مطلوب مني أدرس في 3 مدارس حكومية في آن واحد، في يوم واحد، في سنة 1958. 1958 3 مدارس طلباتك، يعني بدك تعطي حصص فيها. مدرسة تدرس فيها رياضيات، ومدرسة تدرس فيها محاسبة، ومدرسة تدرس فيها جغرافيا اقتصادية. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. وكلهم حكوميات، رام الله الثانوية والهاشمية في البيرة. يعني الآن إذا قلبنا الصفحة إلى الخبرات العملية، يا ريت والله. خبرات عملية، عملت في التدريس 4 سنين ونص، 2.5 في رام الله، 2 في ليبيا. في ليبيا؟ في ليبيا. مدرس برضو مدرس كنت في ليبيا؟ ثم بدأت خبرتي العملية في البنوك. هو الحقيقة كان في مجلس الإعمار، كان عنده دائرة صغيرة اسمها صندوق الإنماء الصناعي. صندوق الإنماء الصناعي. كنت موظف فيها، كبرت هذه الدائرة فأصبحت بنك. بقيت في البنك، خدمت في البنك من 65 إلى 2000. بنك الإنماء الصناعي. خدمت في البنك من 1965 إلى 2000. طب سيدي، يعني خلينا نتناول هذا الموضوع، بنك الإنماء الصناعي. يعني إحنا بنعرف إنه كان دوره فعال، لكن تراجع دوره وانتهى بنك الإنماء الصناعي. برأيك في الوقت الذي نعيشه الآن، ونحن بحاجة إلى مشاريع إنتاجية، بحاجة إلى تشغيل الشباب، بحاجة إلى توفير فرص عمل للبطالة الموجودة عندنا، مش مفروض منا أنه نعمل بنك إنماء صناعي أقوى وأقوى من السابق؟ بكل صراحة والبلد لا زالت محتاجة إلى الدور اللي كان يقوم فيه. لكن الحقيقة حاليا البنوك التجارية استحوذت على جزء كبير من ذلك النشاط. صحيح. في 65 ما كان ولا بنك تجاري يعطي أي صناعة، أي مشروع، أي كان بنك الإنماء الصناعي فقط للصناعات. هو بنك الإنماء الصناعي من اسمه. لم نكن بنك تجاري للصناعة، لم يكن لدينا ودائع، لم يكن لدينا استبطالية، كل النشاطات تمويل الصناعة، بس قروض، كنا بس نعطي قروض للصناعة. وكانت منتعشة الأيام، يعني كالصناعة عندنا لما تحكي من الثمانينات والسبعينات. نظريا صندوق الإنماء الصناعي بدأ من 55. 55 صندوق الإنماء الصناعي، الوارث لهذا الصندوق هو بنك الإنماء الصناعي اللي بدأ في 65. 65 فهو يعني بدأ بنك الإنماء الصناعي مؤسس على الحجم اللي كان وصله صندوق الإنماء الصناعي في 10 سنوات التي سبقت تأسيس بنك الإنماء الصناعي. أنت وصلت فيها إلى رتبة نائب مدير العام. طب سيدي، يعني ليش تراجع
ليش انه خلينا نحكي بكل صراحه الان، يعني نجي للزراعه، في صندوق قرار زراعي، الصناعه الان غير مدعومه. الصناعه الان غير مدعومه، بحاجه لمثل هذا البنك، بنك الانماء الصناعي. من خلال خبرتك قلت لك في السابق، قلت لك يعني لا زالت الصناعه تحتاج الى مثل هذه المؤسسه. بالضبط، احنا من لها مجال كبير فيه، لكن اللي حصل انه توقف اللي ولكن يعني لنا امل انه يرجع ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب يرجع البنك الانماء الصناعي. لا هو ده البنك الانماء الصناعي اشتراه بنك الاردن دبي، بنك الاردن دبي الاسلامي، وهو يكون مقامه عاليا. لكن هذا نشاطاته مختلفه، هذا نشاط تجاري مختلفة. احنا لا نريد تجاره، احنا نريد تركيز الصناعه داخل الاردن. يعني كانت عمليه الاقراض سهله ايامكم سيدي؟ عمليه الاقراض للصناعه على ايامك كانت سهله تحتاج الموافقات؟ كنا نقوم بالفيزيبيليتي ستدي، يعني دراسه الجدوى الاقتصاديه للمشروع، تقوموا فيها من خلال البنك. في كان عندنا قسم استثمار يقوم بالدراسة، وقسم فني يقوم بالدراسة الفنية، وكان يعمل تقرير جدوى اقتصادية، جدوى اقتصادية، وكان في لجنة من كل المدراء تقرر، نقعد بين بوينت هنا وهنا وهنا وهنا. ولهذا سبب أقول لك، معظم الناس بنعرفهم لأنه سواء بنقرأ عنه صفحة ونصف الجدوى الاقتصادية أو في التعامل كان يجينا. أكيد أكيد أكيد، يعني كلهم مروا عليك سيدي. الآن يعني أنت يعني لو سألناك سؤال هيك بسيط، أنه بركة أيام زمان، البركة أيام زمان، لو بدنا نرجحها كيف تقدر نرجحها بكل عفوية؟ إحنا بحاجة لها. صح كلامك صحيح. لو بدنا نرجحها كيف نقدر نرجحها؟ حتى نغير ما بأنفسنا. نعم بس كيف؟ مضبوط. يعني يعني تلاحظ إذا استطعت أن أتعامل معك إنك أفضل مني، هلا الكل يتعامل الآخر إنه هو أفضل منهم. إذا استطعت أن أتعامل معك نحصل تغيير جوهري، يعني كل واحد يبدأ من البيت. قد الدنيا هو الناس بسيطة على إيش قد الدنيا؟ بدل الناس عرفوا بعضها. الناس عرفوا بعضها يعني. أحسنت. يعني بتلاحظ في الزمن الحالي يعني عقوق الوالدين عندنا صار بشكل كبير. وطبربور. وطبربور خير شاهد. قضية طبربور، المرأة اللي قتلت يعني ابنها قتلها، يعني بحاجة إحنا للرجوع للدين والقيم الأخلاقية اللي كنا ربينا عليها أصلاً، أنتوا ربتونا عليها أصلاً. سيدي أنا بحييك، أنت بتعرف هذا موجود صنعتنا لأن هم نحن آباهم. لكن وتذكر صحيح صحيح صحيح، لكن أنتوا أوجدتوا فينا كل شيء جميل، و على حسن الأخلاق ربتونا، يعني لو حد يحكي اللي له واللي عليه يعني. لكن سيدي بدي أنتقل لموضوع آخر، نعمة الأمن والأمان اللي الله حبانا فيها وجسدها من خلال القيادة الهاشمية الحكيمة. رسالتك لجلالة الملك، رسالتك للشعب الأردني اللي كان على قد ثقة جلالة الملك، وكان شعب واعي ومثقف ونبذ الخلافات الداخلية، وكانت عندنا ما شاء الله الوحدة الوطنية خط أحمر. ماذا تود أن تقول عن هذه النعمة وكيف نستطيع أن نستغلها؟ وأيضا بدي منك رسالة للشباب العاطلين والمتعطلين عن العمل، الذين يعني يرفضون العمل بأي مكان ضمن ثقافة العيب، فياريت أنه نسمع منك يا سيدي. الله بدك آخرين يجاوبوا لك عليها، أنا لا أستطيع أن أجاوب عليها. انه بدك تغيير جذري في كل شيء، انت بدك تغير كل شيء جذري، وهذه بدك ولا النفس ولا ما لا لا لا, لا, لا احنا كذا. يعني انت ما شاء الله انت اشتغلت بكل، اشتغلت مزارع، اشتغلت انا لليوم هوايتي المزارع والمطالعه.
طيب اشتغلت يعني اقضي وقتي على المزارع كل يوم. اشتغلت مزارع واشتغلت مع اهلك واشتغلت وعملت والاخر كل الشغلات اشتغلتها ما عندك بس مشكلة. لا تصبح هذه الاشياء كن فيكون. بدها مرحله بدها ستاخذ وقتا طويلا هو حتى نغير انه هو يعني الطريقه الساعده انه هذه الجلسه ممتازه صح والاخرين غلط. طب انا بروح معكم اقعد هناك بقولوا هذه الجلسه ممتازه وهي الاخرين انا غلط صحيح. لا يعني ان نحسن الظن بالاخرين بدايه التعاون بدايه حسن الظن التعاون والتقدم نحسن الظن بالاخرين وان نعامل الناس كما نهوى ان يعاملونا والناس سواسية كأسنان المشكلة. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك سيدي. آخر سؤال بدي أسأله، شو أنت هوايتك المطالعة؟ لمين تحب تقرأ دائما؟ كل شيء أولي كل ما كحتاتي أقرأ، لكن يعني الآيباد الأيام هذه الآيباد والهدولة عمالي يأخذ وقت كثير أنه والجوجل تعرف صحيح لا يعني موضوع اهتماماتك تكون مالية ولا ثقافيه ولا سياسيه ولا اجتماعيه يعني بتكون ولا متنوعه او يعني خارج اختصاصي. معظم قراءاتي خارج اختصاصي. خارج اختصاصك؟ اه ولا الواحد بدور على اللي ناقص منه مش بدورش على صحيح. سيدي انا حاب انك تنهي انت اللقاء من خلال كلمه توعويه للشعب الاردني حول نعمه الامن والامان. تفضل سيدي. أولا الشكر لله على ذلك، ويعني حاجة مريحة جدا نعم في وسط هذا البحر المتلاطم اللي حوالينا. مظبوط إقليم ملتهب. مظبوط، علينا أن نعض بالنواجذ على هذا الموضوع لأنه غير وأنه ساهم وأنه كل مواطن لازم يكون شرطي أصلا. كل مواطن خفير كانوا زمان يكونوا موضوع إنشاء السبع ابتدائي يعطونا إياه. كل مواطن خفير كل مواطن غفير خفير أو نعم. غفير على جهتين نعم هي كل الجهتين صح لغويا نعم, نعم. لأنه مواطننا واعي أنه إن شاء الله أنه ما يصير إشي في البلد. لو قدر لك أن قابلت جلالة الملك ماذا تود أن تقول له؟ الله يعينه على الجهد اللي بيبذله. الله يعينه على الجهد اللي بيبذله. طيب تقول له الله يعينك يا سيدي. أعزائي المشاهدين الكرام بهذه الكلمات أنهي لقائي وحواري الجميل مع أبو عمرو سليمان خليل سليمان صاحب مجمع أبو سليمان. لا هو المجمع في المدينة الرياضية أعتقد مقابل السيف. سيدي أنا شاكر لك يعطيك العافية. حفظ الله الأردن جميعا شاكر نعم. لكم أولا نعم. وتجشمتوا هذا العبء يعني سيدي إحنا بخدمتك كرم أخلاق منكم. شكرا لكم.